السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزبدة يا شباب، هذا فيديو بسيط أو حاجة بسيطة. قبل نبدأ الفيديو، حاب أقول لكم أنه عندي حساب ستيم للبيع. حاب يشتري الحساب هذا أو أنه يبي حساب مميز، يعني من جد كل ما تعلي كلمة يرسلني على الخاص في تويتر. زي ما تشوفوا الحساب فيه هارتس أو إيروينكا وإنتر سترايك، فيه أتيلا وارثندر وورد أوف تانك، فيه أنواع وأشكال كل الألعاب تقريبا اللي في ستيم موجودة فيه. كل أطلق الألعاب اللي موجودة في ستيم موجودة فيه، فموجودة فيه ألعاب استراتيجية، موجود فيه بلاوي كثيرة. يعني شخص اللي حاب مثلا يستمتع فيه، يعني ما يحتاج إنك تشتري. حتى حرامي السيارات فيه، جراند 5 موجود فيه، هارتس أوف إيروين برضو موجودة فيه. الزبدة زي ما تشوفوا الحساب هذا بعته لأنه أنا عندي حسابات في ستيم، عندي تقريبا 4 حسابات في ستيم، تدرون ولا 4 حسابات كلها فيها هارتس أوف إيروين، كلها فيها أتيلا، فيها ده. الحساب هذا أنا أشوف إنه ما منه فايدة أبدا، يعني نادرا ما ألعب فيه، قلت ما منه فايدة، خليني أبيع أستفيد من الزبدة. أيضا الحساب هذا فيه CS:GO الرانك تبعي في CS:GO ماستر جارد، يعني رتبة عالية في CS:GO، الناس اللي ما يعرفونها. في أسلحة، في ايتمزات كويسة، وفي أشياء كويسة، فالرانك حقه في CS:GO جدا عالي الحساب هذا. فبرضو زي ما قلت لكم، اللي حاب يشتري راسلني على الخاص في تويتر وراح أتفاوض معاه يعني على السعر. شكرا لكم، خليكم مع المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا عيال؟ عساكم طيبين ومبسوطين. شو مسوين الزبدة؟ رجعنا في فيديو جديد زي ما وعدتكم اني انزل لكم لعبة قلوب من حديد بالمود هذا اللي اسمه ذا جريت وور. او كويس الزبدة يا عيال، كيف حالكم طيبين؟ الزبدة رجعنا مع لعبة ذا جريت وور زي ما وعدتكم. انا وعدتكم اني انزلها لكم طبعا، وها انا اوفي بوعدي لكم. فانا اعتقد ان المود هذا افضل مود هذاك، المود هذا يعني احس عليه ناس كذا رسميين بروفيشنالز، يعني فما هو زي المود هذاك الابو كلبي مسوي الشخص وسحب عليه، يعني لا حدثه ولا زبط فيه شيء ولا. فبنضغط نيو جيم، بعدين نشوف نيو جيم. نبدا من 1914 او 1904 او 10، فبنبدا من 1910 ونشوف، لانه 14 تنتهي الحرب العالميه الاولى على ما اعتقد. زي ما تشوفون هذا السلطان عبد الحميد، وهذا هنغاريا وايطاليا وجيرمان امباير. فانا بشوف احتمال ابدا بتركيا، يعني والله هل ابدا بتركيا او بدوله شمر يا اخي؟ والله اني محتار، والله محتار يعني لاقصى الحدود يا عيال، يعني من جد وش تبوني ابدا فيه؟ انا اشوف ان الامبراطوريه العثمانيه انا افضل شيء يعني للامانه. لو مثلا نتحالف مع الامبراطوريه العثمانيه، يعني والله اني ما ادري، يعني تخيلوا لو اخذت الامبراطورية العثمانية على الموارد اللي باخذها يمديني احتل العالم كله يا عيال. فايضا دولة شمر خرافية، بس مشكلتها يا اخي والله ما ادري صراحة. يعني لو مثلا شمر خلاناها تاخذ الحجاز وتاخذ نجد امباير مثلا، تاخذ او على الاقل المعروف يعني الحمد لله، او اقل المعروف يعني مثلا لو اخذت انا جبل شمر وخليت انا شمر مثلا يساعدون الامبراطورية العثمانية، انا اشوف انها بتصير جدا خرافية، بتصير يعني من جد حاجة خرافية صراحة. يعني الامبراطورية العثمانية بتكون مشغولة في اوروبا، هنا بتكون مشغولة في الحرب في اوروبا، وايضا بتكون مشغولة يعني في افريقيا. فانا لو احرر الجزيرة العربية واحاول اساعدهم مثلا في افريقيا مبدئيا وبعدين نتقاسم العالم، انا اشوف انه شيء خرافي جدا يعني. فيلا يا عيال خلونا نبدأ بدولة شمر وفدا. يلا بسم الله على بركة الله، ناخذ جبل شمر ونشوف. طبعا وش بنسوي والله ما ادري وش بنسوي، لكن بنحاول نطلع لنا اسلحه وسبورت اكويبمنت ونفس الاشياء الاوامر اللي سويناها في المود اللي راح، هذاك مود العصر الحديث. حاول نطلع الاوامر لان الدوله حقت شمر ما فيها الا الضعاوي بالعربي، ما فيها شيء، ما فيها الا كتيبه واحده. في الزبده انه بنحاول نحتل الجزيره العربيه بكلها، كل الجزيره العربيه بنحاول نحتلها. ايضا بنحاول نهجم على مصر ناخذها ونحرر افريقيا ونساعد العثمانيين شوي. بس المشكلة انا ما ابي علاقتي تخرب مع العثمانيين، كيف
انا ما بي ما شوف الحجاز تبع العثمانيين، الحجاز تبع العثمانيين، فانا ما ادري والله صراحة. فما يلا يلا ما في مشكلة، وش بسوي؟ خلوني اطلع كتايب مبدئيا، اطلع لي كم كتيبة، بطلع كتايب بالهبل عشان بس نهجم مبدئيا هجوم. طبعا بحاول اضبط الكتايب، عندي ابو كلب يا ولد. طبعا خلونا نغش الحين، ما هو غش، بوليت كالباور، بعدين نكتب 1000 ونضيف بوليت كالباور، بعدين نكتب اكسبيرينس، بعدين نكتب 1000، بعدين 99. غريبة يعني في العصر الحديث 700 على شيء. فخلونا نكتب مثلا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وش نبي احنا؟ نحن نبغى اسلحة مبدئيا. خلونا نشوف الشجرة عندنا حق التطويرات. طبعا زي ما تشوفون هذه الشجرة حق التطويرات 1942، هذه الشجرة حق التطويرات. فمبدئيا بطور الأسلحة هذه، نطور الأسلحة، خلونا نطور الأسلحة يا عيال. خلونا أيضا نطور الناشونال فوكس، الناشونال فوكس جدا مهم، جدا جدا مهم. فأنا ما أبي أجيب العيب، ما العيب ما أبي أجيب العيد. فهنا يقول لك البحرية، هنا المصانع، أوكي راح نبدأ مبدئيا على المصانع. وهنا يقول لك هنا القوات الجوية، اوكي هنا الجيش حقي، هذا هو الجيش تبعي، وهنا الدبلوماسية هنا، وهنا البوليتيكال او التوجه او الايديولوجي تبع البلد، هنا التوجه تبع البلد. فبركز على الثنتين دول ايضا، يعني بنحاول نمشي فيها، لكن خلونا نتأكد منها. اول شيء سبورت فرنس، لا ما نبي اتاك سبورت فرنس، لا سبورت روسيا، لا جوين يونايتد كينجدوم، هذه الحلفاء، هذه تبع الحلفاء، لا ما نبي سبورت ستار يانجتي، سبورت جرماني، ايوه نبي سبورت جرماني، بعدين بندخل الحرب ضدهم. فلكن وين حقت الدولة العثمانية؟ وين الدولة العثمانية؟ طبعا هذه جدا مدري كيف، بس وين الدولة العثمانية؟ طيب هذه وش بيعطيني هذه؟ طيب هذه وش بيعطيني يا ابوي؟ هذه وش بيعطيني؟ هذه بيعطيني دفاع، يعني لعب دفاعي او شيء زي كذا، هذه بيعطيني اشياء دفاعية وحاجات زي كذا، وبيخلينا نصدر أسلحة برضو. هنا نقدر نبيع أسلحة، نصنع أسلحة ونبيع، وهنا يمدينا نبيع أوبننج وأوف، هنا يمدينا نبيع أسلحة أو تحالف عسكري وش زي كذا. واي وي فايت، لا ما نبي هذه الزبدة، بنمشي على هذه ستاريا هنجري. أيضا فري سبيش، وش ذي سبيس؟ سبيش لا سبيس، ديمقراطيك، ديمقراطية، هذه مش بيعطيني ويش ديمقراطي فوكس، لا ماني بالديمقراطية، ما نبيها، ما نبي الديمقراطية، أنا أبغى نمشي ناشوناليزم فورس، هذا الإسلام اللي هي تحالف إسلامي ميلتريزم، أيوة بنمشي على هذه، بنمشي على هذه، بعدين ننزل على هذه. حلو 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 حلو، الحين فهمنا قواعد اللعبة، يعني الحين فهمنا قواعد اللعبة. لكن بنضيف أول شيء الأسلحة، البوليتيكال باور، ناشونال يونيتي، نكتب ناشونال يونيتي، نكتب 1000، صاروا 90، نكتب جيم، نكتب 5%، أوكي ما عاد يبديها ناشونال يونيتي. مان باور، مان باور زيرو، شفتوا كيف أقولكم، مان باور، نعطيهم مثلا 10 مليون، صفر 1 2 3 1 0 كذا 10 مليون، صاروا 10 مليون مان باور. الحين وضعنا في السمباتيك، ايضا خلونا نمشي الوقت بسرعة، خلونا نمشي الوقت بسرعة. الحين ان شاء الله يقول تانكي، هذه ايش بيعطيني؟ لا هذا ما ادري وش هذا، تحدي يعطيني. فلا لا بناخذ الاول، اول خيار الزبدة. خلونا نطور هذه ايضا، احنا نبغى نطور الجنود يا عيالنا، نبغى لنا كتاب قوية جدا. ادوارد السابع مات، ادوارد السابع ما ادري من هو،
بس انه فطس الزبالة. هذه الكتائب اللي بسويها، الطريقة دي اللي بسوي بيها الكتائب، فتشكيلة كذا المفروض احطها تشكيلة كذا. بس والله ما ادري صراحة يعني، لا حط لهم مثلا ارتلري، لا 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 كذا كويس، نحط له ارتلري متنقلة مثلا، ارتلري هيفي، ارتلري هيفي ارتلري، والله الهيفي الارتلري هي جدا قوية. هارد اتاك، سوفت اتاك، تعطيني اتاك قوي جدا. نعطيهم كتيبة كذا، وايضا بنحاول نزبطهم بالاشياء دي، الاشياء دي جدا مفيدة للجنود عندي. فوضعنا كذا في السمباتيك يعني كذا، معليش وضعنا كذا في السمباتيك، نعطيهم النخبة ونقول لهم اوكي. الكتائب هذه لا، الكتائب هذه بنخليها حماية في المدن. اوكي الكتائب هذه نخليها حماية في المدن او في الاراضي اللي نحتلها. ايضا الخيانة، بما ان نوعا ما ما في سيارات ما في شيء زي كذا، والله اني ما ادري صراحة يعني، والله اني ما ادري، انا محتاج كتيبة زيادة، بس وش كتيبة ماني فاهم. الخيارة شغلتهم انهم تقريبا ينقلون الجنود، فهمتوا؟ ينقلون الجنود، هذه شغلة الخيار. فنعطيهم برضو هذه السبورت والاشياء الحلوة دي، ايضا هذه الريكون، ونعطيهم النخبة ايضا، ما هي مشكلة مبدئيا. وخلونا نطلع خيارة. طبعا الخيارة يا جماعة الخير نفس والله ليتني لعبت بتركيا، لكن لا ما في مشكلة، بساعد تركيا، تركيا بنساعد. لكن الخيال زي ما قلت لكم شغلتهم يعني زي السيارة يعني، نقلوا الجنود. فوالله ما ادري يا عيال، انا نفسي العب بالخلافة العثمانية، تبوني العب بالخلافة العثمانية او لا؟ تبوني العب بالخلافة العثمانية او لا؟ والله يا اخي حرام يا اخي، نفسي انا في الخلافة العثمانية، دائما احبها، دائما احب العب بالخلافة العثمانية لسبب ما. لكن المرة دي بنحاول نساعدهم، طبعا اذا ساعدنا الخلافة العثمانية معناته ان بنساعد المانيا في هجومها ضد هنا، لكن ما في مشكلة، نحاول نوحد الجزيرة العربية، نصير كذا حلفاء المحور اللي هي ألمانيا وتركيا والإمبراطورية العثمانيين والشمر. كفو والله كفو كذا، مدينا ندعسهم نفرشهم نفرش. طبعا خلونا نشوف السبورت اكويبمنت، شوف ايش النقص عندنا فيه. عندنا نقص في الارتيلري فيلد جون، طبعا 1 مينت يا عيالي. اول شيء محتاجين سبورت اكويبمنت، احنا خلينا نشوف ايش الاسلحه اللي يمدينا نطلعها. طبعا هذا اوكي، طبعا خلونا نطلع فيلد ارتيلري وهيفي ارتيلري برضو. هذه عربات نقل او شيء زي كذا، ما هي مشكله نطلعها. طبعا اول شيء خلونا بسم الله على بركه الله نطلع الهورس داون فيكل، نكتب ادد كذا، بعدين نكتب اسم اللي نبيه هورس، دراون هورس، دراون دراون فيكل. ونكتب لا نكتب مليون، نكتب خلنا كذا مليون، ايه مليون وان كذا مليون، ويا رب او شيت لا ما زبطت زين. نكتب اجين، نكتب ادد، نكتب ادد يا ابوي، ونكتب مليون، نكتب فيلد ارتلري، فيلد فيلد ارتلري، فيلد ارتلري، بسم الله. اوكي اضفنا مليون فيلد ارتلري، الحين نبغى نضيف سبورت اكويبمنت، نكتب ادد ونكتب مليون سبورت اكويبمنت. سبورت اكويبمنت اضفنا برضو، نكتب الحين الاسلحة
وش السلاح اللي اسمه يا رجال طلاسم ذا؟ ما عاد هو بسلاح يا ولد. نكتب مليون عدد، نكتب مليون، نكتب باسك باسك انفنتري. اسك انفنتري اكويبمنت او شيت. يا اخي اسمه كيلو، والله العظيم اسمه طلاسم يا رجال. نكتب عدد، نكتب مليون باسك. اوكي اجين انفنتري. نتأكد من الانفنتري هل هي صحيحة. انفنتري ايه صح، اكويبمنت. نكتب نفس الاسم، اسم المرة هذه غريب كذا. ايوه زبط. الحين خلاص كذا وضعنا في السمبتيك يا عيال، مشي الوقت كذا ما عاد ان شاء الله في نقص عندنا. ايوه شفتوا كيف كلش فل، كلش فل يا ابوي، فمزبوط. يا سلام سلم. الحين خلونا ايضا نحط مصانع، نحط لنا مصانع مدنيه، فل المصانع المدنيه يعني ما يبينا نسوي شيء. اوكي طبعا ننتظر الجنود يخلصون بعدين نعلن الحرب، بعدين نعلن الحرب طبعا ان شاء الله. اوكي اوكي كويس. طبعا بحاول اسوي كتايب. والله يا اخي الدولة العثمانية علمها جدا خرافي، جدا جدا خرافي. عثمان امبير. اوكي بيرزيا. ايران بهجم عليها بدمرها انا ان شاء الله، باذن الله هجم عليها فقشهم ان شاء الله. كم لنا واحنا نسجل؟ اي هذا هذا صاحب المود، هذا صاحب المود يراسلني. هذا صاحب المود يا عيال يرسلني، صاحب المود العصر الحديث. Can you fix that? هذا صاحب المود بس براسله بعدين. مدري يقول دبل يا راس ايسوس زبده الزبده، براسله بعدين. ماني رايق اجلس اتفلسف يا راسي. فوش صارت الكتائب عندنا؟ المفروض تطلع الكتائب عندنا. يلا يلا يا باشا، يلا يا ابوي. انا ما ادري وش الكتيبه المعوقه دي يعني. جابان اند كوريا ميد اون. طبعا من جد يعني انا ما ادري وش سالفتهم. طبعا خلينا نكمل يا ابوي. وش بنسوي؟ هذا خلص، هذا خلص، هذا خلص. خلونا نطور المصانع. طبعا مصانع ما احنا محتاجين مصانع من جد يعني. خلونا نمشي على دوري اول شيء من جد مبدئيا، ما احنا محتاجين مصانع ولا شيء يا جماعة الخير. خلنا نمشي الوقت لاخر شيء، نمشي الوقت لاخر شيء. خلي الكتابة ايضا هذه تتدرب. طبعا زي ما قلت لكم يعني الحاجة اللي بنسويها بنسوي تحالف مع، بنحاول نحرر الجزيرة العربية كلها. هذا وش يقول؟ ثمان امبير. اوكي باخذها منهم ان شاء الله. بنحاول نحرر الجزيرة العربية كلها، بعدين بنتحالف مع الدولة العثمانية وبنشوف لنا حل، بنشوف لنا حل يعني. ما ادري وش اللي بيصير بس ان شاء الله يعني يكون عندنا نفوذ كبير يعني نوعا ما. والله ما اعرفش يعني دولة شمر ذكرني لونهم بلون مود الزومبي الاول ذاك القديم اللي اخذ. حتى العلم حقهم ابو كلب يعني معليش يعني من جد يعني في اللعبة ما مش ولا بد
يا اخي عالم الدولة العثمانية، تبوني العب بالعثمانيين يا عيال، والله نفسي العب فيهم. بالله احلفوا علي، احلفوا علي يا اخي اني العب فيهم، قولوا لي العب فيهم بس وانا العب خلاص، يعني تغير رايي. بس انا مدري وش يمسك العدو ذا شمر. لا 500 يوم، او شيت، او هذه نسيناها يا عيال من جد، هذه مفيدة لنا. طبعا ما في مشكلة، ما في مشكلة، انا مشي الوقت لاخر شيء يا ابوي، مشي الوقت لاخر شيء. طبعا انا بحاول اهجم على الدول اللي جنبي باسرع وقت ممكن، يعني زي ما قلت لكم بحاول اهجم عليهم، اذا يمديني اعلن الحرب على الحجاز. ما يمديني، لازم ترتفع بتقوم الحرب العالمية الاولى، بتقوم الحين، مفترض هتقنبع الحين يا عيال، تقوم الحرب العالمية الاولى، واذا قامت انا عاد بهجم على امارة نجد، الحجاز، وبهجم على السعودية، وبهجم على الدول هذه اللي تحت الاستعمار، بإذن الله راح افرشهم فرش. فان شاء الله يعني بتكون يعني اشياء حلوة كويسة بإذن الله. طبعا وش نطور هنا؟ برتغال بكم ا ريبوبليك، يقول برتغال اصبح جمهورية، يعني هنا اسلحة بيولوجية وشي زي كذا. والله بلاوي يا ولد، والله مود متكتك، والله مود، والله مود، اعطيهم 10 من 10 صراحة، من جد يعني مود جدا خرافي. هنيهم يا شيخ، هني الانسان اللي صمم المود هذا. طبعا اول شيء نبدا بالحجاز، امارة الحجاز وناخذها، وبعدين نروح ل يعني الشريف حسين، انا اذا ما خاب ظني انه الشريف حسين، ايوه كنت قلت لكم الشريف حسين هو تابع للدولة العثمانية. فمشكلة بوبت اوف عثمان امباير، فوالله مشكلة يعني صراحة. يعني تصدقون ليش انا مثلا ما لعبت بالشريف حسين؟ ليش ما لعبت بالشريف حسين؟ والله ما ادري. يعني هو المشكلة نبي نتحالف، ما في الا حل واحد، انا اقول لكم وش الحل. الحل طول الله عماركم انه احنا دبلوماسي، الحل انه يعني نوعا ما ناخذ السعودية، انا اجي مع السعودية قبل، خلينا اجي مع السعودية، ما هي مشكلة. طبعا عبد العزيز، الملك عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد العزيز بن عبد الرحمن، ما عندهم 3 كتايب بس، وعلاقتي معهم ما هي كويسة، وعندي كتايب يا ابوي على كيف كيفك، يعني راحوا فيها مرة نجد، راحوا فيها من جد يعني. والله مرة نجد راحوا فيها. طبعا خلونا نظبط دي، هذه المفترض انها تكون نخبة يعني. صار عندي 24 كتيبة الحين، صاروا فل يعني، ما عاد يمديني. راح نطلع جنرال ثاني، لكن مبدئيا الشباب اللي هنا. فأنا ماني مطول في الحلقة هذه، ماني مطول فيها، لكن أيضا زي ما قلت لكم إنه إذا تبوني أكمل بالخلافة العثمانية قولوا لي، والله إني ما أدري العيال، بس حتى من بعيد يعني ما تتغير الأعلام ولا شيء. يا أخي موت، والله موت العصر الحديث، إنه زفت يا شيخ، والله والله العظيم إنه زفت، مود معوق فاشل يا أخي، الأعلام كل شيء فيه مضروب يعني. أنا أحاول بس أدور فيه حاجة كويسة على بعضها، ما حصلت يعني لسبب ما. فاحنا انا ممشي الوقت على اخر شيء، مكسيكو، مكسيكو توكر باستي، مكسيكو ريبوبليك. طبعا في حرب صايرة هنا في المكسيك يعني نوعا ما، ماني فاهم. طبعا هل الحرب العالمية الأولى بدأت؟ لا ما بدأت الحرب العالمية الأولى، ما بعد بدأت، بس بتبدأ الحرب العالمية الأولى، يعني هي بيصير فيها طحن، بس انتظروا يعني وتشوفون. باتل اوف دي البانيان هاف سكيورد. طبعا الالبانيين في معارك هنا، في بلاوي في اوروبا هنا، في حرب اهليه هنا انا ما اعتقد، ماني فاهم يعني. الالبانيين يحاربون الدوله العثمانيه، وعاملين عليها انقلابات وثورات وشي زي كذا.
فمن جد يعني تخيلوا لو مثلا اقدر اعطي العراق وسوريا استقلالهم من جد، يعني هل اقدر بالدولة العثمانية؟ خليني اوقف الوقت، خليني اوقف الوقت. تاك لحظة نكتب تي دي بوغ ترك. طبعا انا بشوف هل يمديني اعطي العراق وسوريا والدول العربية استقلالهم بالدولة التركية او لا. اذا يمديني يا عيال اعطيهم استقلالهم، اوه يمديني اعطي العراق واليمن، يمديني اعطيهم استقلالهم، فري فلسطين وجوردن ولبنان وكونغدم وفي سوريا. عسير 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 اللي هم هنا، يمديني اعطيهم استقلالهم يا عيال. يعني لو اعطيتهم مثلا استقلالهم يعني بالعربي يمديني احرر سوريا ويمديني احرر ما ادري وش دول ثانيه. والله العظيم يا عيال تدرون خلاص اعتبروا هذه مقبلات، يعني اعتبروا هذه مقبلات، بنلعب بالخلافه العثمانيه خلاص خلاص نهائيا. اعتمدوا من الحين نلعب بالخلافه العثمانيه ونحرر الدول العربيه باذن الله. ف شيء طيب شيء طيب شيء طيب. لا شيت انا مشيت الوقت. انا كملي وانا اسجل او 27 دقيقة. لا خلاص 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 يا ابوي خلاص خلاص وقف تصوير الزبدة، وصلنا نهاية المقطع. يعني اعطوني رايكم في الكومنت، فانا من رأيي انا خلاص انا راح العب بالخلافة العثمانية في الحلقة الجاية باذن الله، راح العب بالعثمانيين. انتم قولوا لي عاد ايش تبون، تبوني اكمل على شمر او تبوني العب بالخلافة العثمانية؟ والله ماني فاهم يا عيال صراحة ماني فاهم، يعني من جد حاجة لخبطة صدق يعني. فبس فملنا.